هادشي كلشي منتظر دابا الشغل والشغل ديالك الناس ماشي على الشعب الجزائري. كندوي على هذوك القرايديه ديالهم العسكر ديالهم هما الجنرالات الخاوين كندوي عليهم، ما كندويش على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري عليه بالاحترام، ناس طيبين، ناس مستوى عالي. لا الفريق اللي غيلعبوا معاه النهضه البركانيه ولا كنقول انا من هاد المهم، كنقول انا الناس مرض من جهتنا. حيدوا لي توني في خريطه، واش حنا خريطه صوبناها حنايا؟ واقعه خريطه ديال المغرب، راه هي الخريطه ديال المغرب. احب من احب وكره من كره، باش نبقاو نتكلموا بحال هكايا. انا كنقول انايا كنقول لهم حنا هاد الناس اللي غادي يجيو يلعبوا معنا حنا في الروتور ان شاء الله بحول الله، غاتفرجوا عاوتاني اش غنديروا لكم حنا. راه غنستقبلكم احسن استقبال. علاش؟ لان المغرب هذا المغرب يا سلام، المغرب وما ادراك ما المغرب. حنا ما عندناش هذا الخبز وما عندناش المعيور وما عندناش السبوته واحد حنا. غاتجيو للتيران ما غنعيروكمش، غنصفقوا عليكم. حنا غادي نصفقوا عليكم وغادي تلعبوا وغاتشوف حالاتكم وغاتشوف منهزمين ان شاء الله بحول الله، وغاتشوف بخير وعلى خير. انا ما كنسبو ما كنعيرو ما كنديرو حتى حاجه. حنا كنهضر معك، حنا كنا جماهير وداديه كندوي معك انا وجماهير مغربيه، فهمتي؟ حنا كنتكلموا على ان حنا ملي كتجبد شي حاجه، كتجبد شي حاجه فيها الوطن، تكون الوداد ولا تكون الرجاء ولا تكون ليفار ولا تكون بركان ولا تكون اي حاجه، كنتبعو حنا المغرب. كلنا يد بواحد، يد وحده. اي واحد غادي يمس لينا شي حاجه، يمس لينا المقدسات ديالنا حنايا، تمس لينا بلادي وتمس لي الملك ديالي، راه غتلقانا حنا غنعلم عليكم بالمرصاد. انتم مراد، انتم مراد من جهتنا، وضركم ضركم قلبكم. علاش يلبس هذا؟ لا شغلي انايا مثلا. انا غادي جي لابس توني ديال توني فيرايه ديال المغرب، ما سوقكش فيا. جيت لابس الخريطه اللي بغيتي ديرها وجيبان، جي لبسها وجي لعب معنا. حنا ما عندناش مشكل، حنا راه مراد ما والو. هادشي راه شويه صعيب، شويه صعيب. كنقول انا الشعب الجزائري انا ما كندويش عليكم انتم، الشعب الجزائري، الشعب الجزائري شعب مستوى عالي، شعب راقي وفهم ومسلمين وعارفين اللي كاينه. غير هاد الجنرالات راكم شويه مرضتو وغادي خرجوا. حنا راه شوف داكشي الا جيتي تشوف ندوي على 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 المغرب، نبداو معكم من طنجه حتى للقويره. البنيه التحتيه كيفاش دايره عندنا والطريقه باش شوف اكونديسيون، راه بدون غاز، بلا ليسانس، بلا بترول، بلا حتى حاجه. حنا هادشي هذا انطلاق من عندنا، من نفسنا. حنا كمغاربه كتشوف، كتدخل المغرب وانت داخل في المغرب كتشوف بحالك تحس براسك في نيويورك، ولا كتحس براسك في دوله متقدمه عاليه. تشوف في فرنسا ولا في الانجليز ولا في سبليون. المغرب راه في خط تصاعدي ان شاء الله بحول الله. غتشوفوا الملاعب كيفاش دايره، وغتشوفوا الطرق كيفاش دايره، وغتشوفوا الحياه كيفاش دايره في المغرب. علاش؟ لان اني يعلم الله بقلوبكم خير ياتيكم خير. رسالة للكاف على ود نتيجة ديال الذهب. هادشي حنا خاصنا نصيفطو رسالة للكاف. علاش غنصيفطو؟ هادشي أمور واضحة، أمور واضحة. جوج زيرو ولا ثلاثة زيرو راه واضحة. وضوح الشمس في نهار جميل كما قال السي العمري، راه هادشي اللي كاين. حنا كنقولو حنايا من 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 ما نستهلوش بهادشي هذا، وتكون مثلا تكون يكون حكم في الشفافية والمصداقية. حنا ما تجيوش من جهتنا وما تجيوش من جهتهم هما. القانون اش يقول؟ حنا مشينا بروح رياضيه باش نلعبوا معكم تما، بغينا نلعبوا معكم. داخلين جايين حنا باللاعبين ديالنا، بالستاف ديالنا، بجمهورنا جايين باش نلعبوا معكم. للاسف ما حيتوا لنا التونيات، وحيتوا لنا المعدات ديالنا، حيتوا لنا. اش غنديروا؟ اوقفنا في التيران تاعينا، والتيران عامر وما خلوناش ندخلوا. راه القانون خاصه يقول، القانون يقول 3-0 3-0 ان شاء الله رابحين ان شاء الله بحول الله. وبروتو ان شاء الله بحول الله راه غادي نربحوكم ان شاء الله بحول الله. وانا احتراما عاود نقول لكم، انا احتراما للشعب الجزائري والفريق، الفريق اللي غنلعبوا معاه حنايا هو اتحاد العاصمه، ياك اتحاد العاصمه اللي حنا كمغاربه وحنا كجماهير كنحترموه كاع الفرق الجزائريه كنحترموها. وكنقول لكم حنايا راه غتجيو ونستقبلكم احسن استقبال ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.